بعلم آشن کدامی بیلینوش ترتا گنبار کدمونو آمازون یت سنجو یا بین مردم جوانا یا لیلوش درجتوش بالا بیتی هنوم جیف بوزیس یه سو یه تولدو ترارات کن حسرت این سلسله تمت مرد بازاری و کنو یا لتو کتاریک تکرار آشن زیلادرگال یوسف کبد از گرچه تل بعلم آشن کدامی یا بین مردم جوانا یت لیلوش درجتوش بالا بیتی هنوت جیفری پریستن بیزوس کناتو جاکلین گایسنا كباتو تيدي أوريغان سيتو لدود ترارات كأن شيزت إيمتو سلسارات تامت مهرت بزاروها كأنو بيزوس بتولده بتكي تامتات ناتنا باتو بالمقبابات في تشيفت أموسيون كنا بلغادميو كباتو تليتو كناتو غار مادك جمرم يمجمريا درجات مرتون بتكساس ولتنيا درجات مرتون دقمو بفلوريدا تمروال جيف ولتنيا درجات مرتون بميمار بتساعت يفترا سابيا لاتشون تماريو تيميا برتاتا دريم انستيتيوت يميل ما كلب ما قوام يتليا يو فتراو تشناس كنيتوال يهي سكول تمرتون بكفتنيو تيت بما تناقكم بشيزت ايمتو سماني سدست كبريستان يونيورسيتي بإلتريكال إنجنيرينغنا كمبيوتر ساينس بكفتنيا ما أرق تمرقوال كيونيورسيتي بوهالا كولات درجتو تشوشي تكترو مسراتي الفلقو جيف بشيزت ايمتو ستنامست ودسياتي لبا مامرات كولاجو تشو بتبدرو سوس متوشي دولار يمجمريا يهونون يبين مرم مزعف مشج عب مكفت يعلم هزب باللوب بتونو مزعفو تشن اندي بمكتلم كمزعف توج بتجمعري إلكترونيكس الباسات عندهم يتلاعي يوك أوتش بدرهجتسو مشت جمروم يه درجت أهولاي يعلمات شنن يبين مرابق بيت يتقودات أرو أمازون نو بزيالابك أو تجارو سو بغرغرو ساويانو قودات أر ولتشامة مهرت ودتأفر يمبرر خلمو لماساكات يردو زند بلو أوريجينيت سنيا درجت مسرت بولتشاسرا مستامة مهرتم يمجمريو يهونون روكيت ودهوا من التقم بأمازون عندهم بليلوش درجتوش ككانو دك أن أيالي قبيو تشني أو جيف بيزوس بولت شاس راسم من تامت مرات يعلمات شنن بلين روش درجة ميوت أو فوربس مزيت يعلمات شن قطران دبالة هابت عندمتو أسراولت بلين دولار يلو جيف بيزوس نوسيلا وجم بفوربس يبلين روش زرزر بلفوت حيرات تامتاتوست أسراسم متقزيك أدامي نبروت بيل جيتس بزت أنا بلين دولار يبيزوس تكتاي خونو بفرنجو تشو هيا هيام بولت شي ولت بلين دولار بيزوس ياندن ينتون درجة استبقام جيف بيزوس أهلا يعلمات قطرو لتبالاب تسيونو يتيسلانا بكربو تيوترن يقلو يادرقو إلى مسك باندن ينتك أمتوال يا فرنساي يوچ قدائي ميستر كاترين كولن ديهم يا جرمن يا فيدرال يوچ قدائي ميستر أنولين باربيوك إتيوبيا قبتوال تقلائي ميستر أبي أحمد كولتو ديبلوماتوش غارتا غنائنتو ويت مادرقا چونم بفيسبوك غزا چول أسفروال تلقنا فريا ماويتوچن إثيوبيا كفرنساينا كجرمن غاريا اللاتن تنقرا يكو يغنينت بميانس وارق ملكو آكا هيدان السيلون غلسوال هولتو منيستروش لوتو لماسكتل يميادرغو تنقزا آتناكرو اندامي كتلوم عرقاقتوال سيلو تقلاي منيستر أبي بفيسبوك غزاتشو غلسوال በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት ለደረሰው ጉዳት መልሶ ግንባታ ቻይና ድጋፍ እንደምታደርግ አስታውቃለች። ከቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ የመጡት አዲሱ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቺን ጋንግ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው ይህን የተናገሩት። ቻይና ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች ለሚኖሩና ለተጎጂ ዜጎች ምግብ፣ ክትባትና ሌሎች ሰብአዊ እርዳታዎች እንደላከች ቺን ጋንግ አስታውሷል። አሁንም ቢሆን ይህንን ድጋፋን አጠናክራ ትቀጥላለች ሲሉ ቃል ገብተዋል። የመልሶ ማቋቋም ስራዎችንም እንደግፋለን ማለታቸውን ሳውዝ ሞርኒንግ ስታር ፖስት ዘግቧል። بيوغاندا لولت أسر تامتات تكستو ينبرو يا إيبولا ورشيم بكتر سر موالو تغلصة يا يوغاندا يتينا منيستير بشتاو لمجمريك زي بمسكرمور موبيندا بتوالا كاي متايتو ناستو سوال بهاگريتو يتكستوون يا إيبولا ورشيم بتساكاوني تا تكوت عطرنوال بلوال منيستر مسرابيتو يا علم يتينا درجت وانا داركتر دكتر تيدروس آدهانومم بهاگريتو تكستو ينبرو ورشيم
አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት እንደተቆጣጠረችው አስታውቋል። የዓለም የጤና ድርጅት መስፈርት በ42 ቀናት ውስጥ ምንም አይነት በሽታው አዲስ ተጠቂ ከሌለ በሽታው በቁጥጥር ስር እንደሆነ ይገልጻል። በደቡብ ሱዳን 3 የተራዶ ሰራተኞች በተሰነዘረባቸው ጥቃት መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት አስታወቀ። በታጠቀ ግለሰብ በተሰነዘረ ጥቃት ከ3ቱ የተራዶ ሰራተኞች ውጪ 11 ንጹሃን ያልታጠቁ ሰዎች መሞታቸውን ዘገባው ጨምሮ አስታውቋል። በፈረንጆቹ አዲስ አበባ መግቢያ ላይ ተፈጽሞ በነበረው በዚህ ጥቃት የሞቱት 3ቱም ደቡብ ሱዳናውያን የተራዶ ሰራተኞች ናቸው። በነዳጅ ዘይት በበለጸገችው አቤ ግዛት በተፈጸመው ጥቃት ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ የሟቾች ቁጥር 14 እንደሆነ ድርጅቱ በሪፖርቱ አመልክቷል። በደቡብ ሱዳንና በሱዳን የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባት አቤ ግዛት ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ በተባበሩት መንግስታት ጥበቃ ስር ትገኛለች። ሳውዲ አረቢያ ባላት የዩራኒየም ሀብት የኒኩለር ኃይል ለማመንጨት ማቀዷን አስታወቀች። የሀገሪቱ የኃይል ሚኒስትር እንዳሉት በሀገሪቱ የዩራኒየም ክምችት መኖሩ አሰሳዎች እንዳረጋገጡ ተጠቁሟል። ሳውዲ የኒኩለር ፕሮግራሟን ብሎም የኃይል አማራጯን የማስፋት እቅድ እንዳላትም አስታውቋል። በ2018 የሀገሪቱ ልዑል ቢን ሰልማን የቀጠናው ጠላታችን ኢራን እንዳደረገችው ሳውዲም የኒኩለር መሳሪያዋን ልታመርት ትችላለች ለች ብለ የነበረ ሲሆን አሁን የኒኩለር ኃይል በራሴ ዩራኒየም አመርታለሁ ስትል እቅዷን አስተውቃለች። ከቼክ ሪፐብሊክ ዜግነት ያለው ሰው በአንድ ደቂቃ ውስጥ 36 የአልሙኒየም መጠጫዎችን በጥርሱ በመቆራረጥ ዓለምን ጉድ ማሰኘቱ ተሰምቷል። በጣሊያን በሚካሄድ ሎ በተሰኘ መድረክ ላይ በመገኘት የጥርሶቹን ጥንካሬ አስመስክሯል። ማህሌት አማረ ተመልክተዋለች። በዓለም ላይ በተሰጧቸው ባላቸው የሰውነት ቅርጽና መጠን በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰቱ አስገራሚ ክስተቶችም እንዲሁ ዓለምን በጥሩም ይሁን በመጥፎ አጀብ ማሰኘታቸው የማይታበይ ሀቅ ነው። ታዲያ እነዚህን ዓለምን አጀብ ያስባሉና መነጋገር የሆኑ ክስተቶችን እየመዘገበ ለታሪክ የሚያስቀምጠው የዓለም የድንቃድንቅ መዝገብ ደግሞ ከቼክ ሪፐብሊክ ያገኘሁት አንድ ሰው የጥርሱ ጥንካሬ ስላስገረመኝ በመዝገቤ ላይ አስፈርዋለሁ ብለዋል። በተለያዩ ጊዜያት በጥርሳቸው ጥንካሬ በዚሁ መዝገብ ላይ ከሰፈሩ ሰዎች መካከል የቼክ ሪፐብሊኩ ሬኔ ጎለም ሬቸር አንዱ ነው። ሬኔ ለበርካታ ጊዜያት በጥርሱ የተለያዩ ነገሮችን በመሰባበር እንዲሁም በማንሳት የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት መሆን የቻለ ሲሆን ከሰዎች የተለየ ጥርስ እንደተቸረውም በተለያዩ ጊዜያት ሲገለጽ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ሬቸር ይሄ የኔ የቀን ተቀን ልምዴ ውጤት ነው ብሏል። የቼክ ሪፐብሊኩ ሬቸር በጣሊያን በሚካሄደው ሎ የተሰኘ የተሰጠ ዝግጅት ላይ በመገኘት ዓለም በእርሱ የጥርስ ጥንካሬ እንዲደመም ብቻም ሳይሆን እንዲመሰክር ያደረገበትን ትዕይንት አድርጓል። በአንድ ደቂቃ ውስጥ 36 የመጠጥ ጣሳዎችን በመቆራረጥ የዓለም ድንቃድንቅ መዝገብ ላይ መስፈር ችሏል። በዚህም እስካሁን በድንቃድንቅ መዝገቡ ላይ ከሰፈሩ ሰዎች መካከል ስሙ በተደጋጋሚ መጻፉም ሌላ ታሪክ ሆኖለታል። በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥም ከአዞ መንጋጋ የበለጠ እጅጉን ጠንካራ መንጋጋ ያለው ሰው በመባልም ስሙን አስፍሯል።